فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند انتهاء القارئ من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم، أو يقول بعضهم صدق الله العظيم، هل هذه العبارة مشروعة؟ لا، ما ورد أنها تقال بعد القرآن صدق الله العظيم، ما ورد هذا. نحن لا نحدث شيئا من إنما هو شيء كثر عند الناس، تقليد بعضهم لبعض، وإلا هو ما عليه دليل. الذي ورد: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة عند البداية، وبسم الله الرحمن الرحيم في بداية السور، هذا الذي ورد. ولا نحدث شيئا من عندنا أو نقلد غيرنا في ذلك بدون دليل. نعم.